أعزائي المتابعين وحشتوني، وكل سنة وأنتم طيبين. النهاردة جايين نتكلم في موضوع مهم جدا. كالعادة أنا بقعد ألف في الفيسبوك كده وأدور لكم على المنشورات المهمة ونقعد نتكلم فيها مع بعض. النهاردة بقى دورت لقيت حاجة مهمة جدا كان نفسي أتكلم فيها من زمان. لقيت منشور على تويتر الفشيخة طبعا بيقول كيف تتصرف الزوجة الذكية إذا ضربها زوجها؟ تعمل إيه؟ انا مش هقول لكم تعمل ايه غير في الاخر، لان لقيت رأي من الاراء المهمة جدا اللي مكتوب هنا. بس تعالوا نشوف بقى الشعب المصري عمل ايه. اول حاجة كده في واحدة اسمها شروق قالت لها الذكية ما تتضربش. حقيقي الذكية ما تتضربش، ايه اللي هيخليها تتضرب طالما ذكية يعني؟ باهي حسن يعني عنف شوية كده قالت تطعنه في اعز ما يملك، وعاملة نقط 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 كده وكاتبة تحت في قلبه. يعني هي مش قصدها في قلبه، هي كان قصدها في عينه، بس يعني الحمد لله ربنا ستر. استاذ حافظ بيقول تذهب الى المطبخ وتحضر السكين وتريحه. فكرة. شكلك محامي وهتشتغل على الموضوع ده. شمس الصباح كاتبه لها بتقول الراجل محترم عموما لا يضرب النساء ايا كان، رفقا بالقوارير. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ضرب الرجل لزوجته قال ما هؤلاء بخياركم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده رأي محترم طبعا. استاذ شيماء النقيب كاتبه الذكيه لا يضربها زوجها. تقريبا كده في اجماع ان الست الذكيه جوزها ما يضربهاش، او ما توصلش جوزها ان هو يضربها. يعني هو هيضربها ليه؟ اكيد ما فيش حد بيضرب حد من الباب للطاق، وان كان ده وارد في مصر دلوقتي ان ممكن حد يضربك من باب للطاق، بس يعني مش بين راجل ومراته، يعني اكيد في تراكمات بتبقى موجوده يعني. احلى تعليق كان من نصيب الاستاذ عمر سدود وكاتب فيه تفادي الضربه كده اهو. الاستاذ عبير سلامه كاتبه ما اكرمهم الا كريم وما اهانهم الا لئيم. فعلا. استاذه ناديه دردير كاتبه لها بتقول لها يبقى ما سمعش وصيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال استوصوا بالنساء خيرا. فعلا دي كانت اخر وصايا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. استاذه هنا عطيه بتقول لها اقرب حاجه جنبها وترزعها في اي حته فيه وهو ورثه والعوض على الله. طبعا الموضوع ما بيمشيش كده استاذه هنا، بس يعني بلاش العنصر، احنا غلابه والله، والله احنا غلابه. الست الذكيه ما تتضربش ابدا ابدا، الذكيه بقى مالناش دعوه. ست ام كنزي بتسال سؤال استنكاري كده بتقول عليه راجل ليه؟ اكيد طبعا اللي يضرب ست يبقى مش راجل يعني. استاذه يمنى احمد علاء كاتبه ما فيهاش ذكاء تردها له بحله في نافوخه. استاذه يمنى كلمه نافوخه دي اتلغت من سنه 95، وتقريبا يعني اللي هيقولها تاني هتنزل عليه ضرايب، مفيش حاجه اسمها نافوخه. بتعمل ايه الحله في نافوخه دي؟ طيب في اسم غريب مش عارف اقراه كده بيقول تجيب شومه ذكيه وتنزل بيها على راسه الذكيه، ساعتها الذاكره ترجع له يعرف انه ما كانش ينفع يمد ايده عليها. انا مش عارف ايه الشومه الذكيه دي، انا اعرف القلعه الذكيه، الساعه الذكيه كده، لكن الشومه الذكيه دي الطب اتقدم. استاذه هبه نصر كاتبه على حسب يعني لو طبعه الضرب والاهانه، لا طبعا ما تسكتش، لكن لو كانت لحظه ضعف وشيطان يبقى تداري عليه وتسامحه وتحافظ على بيتها، وربنا يهدي سرنا جميعا ويصلح حالنا. فعلا كلام محترم جدا، ويعني انا بشجعك وبقول ان ده الكلام الصح. وفي راي تاني لسه هنقوله دلوقتي هو من افضل الاراء اللي انا سمعتها على الصح. استاذه امل بتقول تقلب الترابيزه عليه وعلي جابوه. يعني تقلب الترابيزه، اكيد يبقوا قاعدين على ترابيزه يعني، ما هو مش هيضربها في الصاله يعني. تجيب ترابيزه وتقلبها عليه وتروح تجيب اللي جابوه بقى وتروح ضربهم بالترابيزه، يبقى هو واللي جابوه. استاذه شوشو كاتبه الذكيه لا تعطي الفرصه لهذه الاشياء التي تحقر من شانها. انا احييكي جدا طبعا يعني. ماجي بتقول ربنا مش بيسيب وهيجيب حقها لانها انسانه مش حيوان، ربنا يمهل ولا يهمل. حق. استاذه زيزي بتقول رايي تاخد موقف كبير جدا منه بحيث انه ما يكررهاش، ولكن في النهايه هما الاثنين واحد، ولازم كل منهم يستحمل التاني مهما حصل، هما منهمش غير بعض. رأي محترم جدا طبعا، الراجل ومراته منهمش الا بعض مهما حصل بينهم، طالما ان الحياه ماشيه والامور مستقره، وممكن تكون ساعه شيطان، ممكن تكون ساعه ضعف، ممكن يكون زهق، او هي ما خدتش بالها ان هي بتضغط عليه. اذا كنا هنتكلم بجد بقى
ممكن تكون ما خدتش بالها. استاذه فوفا بتقول مفيش راجل بيضرب مراته لان العرباجي فقط هو الذي يضرب الحمار، ومفيش انسانه محترمه ترضى بالاهانه مهما كانت وبالضرب. والله انت رايك محترم، بس لا، في رجاله بتضرب ستاتها، وفي ستات بتضرب ازواجها، وفي مشاكل في الحياه احنا ما نعرفهاش، فيعني خلونا نحكم بنظره موضوعيه شويه. استاذه منى بتقول تضربه العين بالعين والسن بالسن والباري اظلم، ويبقى هو اللي جابه لنفسه. استاذه منى الامور يعني ما بتتحلش كده، في حلول افضل من كده، وهنقول لحضرتك عليها دلوقتي. يعني لو في باب للرجعه، هي يعني هيرضى ان هو يعيش مع واحده ضربته؟ اكيد ما فيش راجل بيرضى بالكلام ده، يعني عشان تبقي فاهمه، يعني الست مهما كانت الست لينه شويه عن الراجل، انما الراجل كرامته هتنقح عليه، وهي ليها كرامه طبعا، وليها كل حاجه، وليها كل تقدير، هي نص المجتمع وبتربي النص التاني، يعني والله من وراء القصد بتربي النص التاني. دي بقى فيها كلام يعني مش هنقدر نتكلم دلوقتي. استاذه امنيه بتقول العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص والباري اظلم، مش الله قال كده؟ استاذه امنيه، هو ربنا قال كده، بس يعني ما قالش بين الراجل ومراته، يعني ربنا قال وقد افضى بعضكم الى بعض، فدي ايه كبيره جدا، يعني ان انت مش عارفه اوصفها لك دلوقتي، بس هي حاجه كبيره جدا، مش حاجه سهله، يعني ان هي يبقى العين بالعين والسن بالسن، الامور ما بتمشيش كده، في حاجات اهدى من كده شويه. نوره رشاد، وانا حبيت اقول الاسم، كاتبه نعمل بالايه دي وهترتاح جدا، وهو هيموت حرفيا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم، هتبقى مرتاحه قوي داخليا وهو بيموت حرفيا، بس اللي يقدر يعمل كده. انا بايد الراي ده، وده راي محترم جدا جدا من الاراء اللي عجبتني على الصفحه. في تاني الاستاذ ايمان كاتبه ما اكرمهما الا كريم وما اهانها الا لئيم، حقيقي. الاستاذه ميرفت بتقول هي لو ذكيه عمرها ما هتتضرب. فعلا الست الذكيه عمرها ما هتتضرب، يعني الست الذكيه اولا بتختار اختيار موفق، دي اول حاجه. تاني حاجه لما يكون في قابليه للضرب، او ان هو عصبي، او ان هو بياخد علاج مثلا، او ان هو بيتعالج من شيء معين، بتتلاشاه او بتبعد عنه في المواقف دي، ما بتخليش نفسها عرضه للموضوع ده. وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده كلام قانوني، يعني ساعات بيبقى المجني عليه هو اللي حط نفسه في موضع ان هو يبقى مجني عليه، وهنا برضك القانون بيحاسب برضك، مش بيسيب الموضوع كده، او بياخد باله بالمعنى الادق، بياخد باله من المواقف دي ان المجني عليه هو اللي حط نفسه في الموضع ده، هو اللي خلى نفسه في هذا المكان. طيب الاستاذه هند بتقول تسيبه عشان ما يستاهلهاش، وما دام ضربها مره لو سمحت هيضربها 1000 مره بعدها. استاذه هند، مش كل المواقف بتبقى كده، الحياه بتبقى فيها شد وجذب، ممكن يكون بيتعالج من شيء معين، ممكن يكون تحت تاثير شيء معين، ممكن يكون خد حاجه بالغلط، ممكن يكون حاجات كتيره ومواقف كتيره بتتكرر في الحياه احنا ما نعرفهاش وما نقدرش نحكم عليها. كل موقف ليه حاجاته اللي نقدر نحكم من خلالها. فخلينا موضوعيين شويه، احنا بنهزر مع بعض، بس ما تخليناش الدنيا تقفل مننا كده يعني. استاذه مالك عمري، هي اسمها كده مالك عمري او الاكونت اسمه كده، تقول تاخد من كل رجل قبيله ويعملوا ايه؟ ما مش ده هو بني ادم يعني، ممكن يكون ضربها بالقلم، مش لدرجه كل رجل قبيله يعني حضرتك. اجمل راي انا قريته وعجبني جدا 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 كان الاستاذه جيهان كاتبه كده بالنص، تشوف كبير عنده. استاذه جيهان كاتبه تشوف كبير عنده وتشكيله، ولو مش كده تروح لكبير عندها يظبطه، ولو مفيش والدنيا صعبه الله اكبر واعلى تفوض امرها، وربنا هيذله في صحته ويجي لها تخدمه وهو مذلول. يا اخوانا ربنا عدل، ويعاملنا برحمته مش بعدله، لان احنا لو اتعاملنا بالعدل احنا كلنا هنخسر، لكن لو ربنا عاملنا برحمته كلنا هنكسب ان شاء الله. فخلوا الرحمه بينا، يعني ربنا جعل بينا موده ورحمه، تخيلوا بقى، ما قالش ما بينكم موده وعدل، قال بينكم موده ورحمه، فالرحمه حلوه. يعني الاستاذه جيهان كاتبه كلام جميل، ان انت تروحي تشوفي حد كبير عنده هو الاول، مش عندك انت الاول، عنده هو. لو ما لقيتيش عنده كبير، او هو ما بيسمعش كلام حد، او هو كبير العيله دي، او هو كبير البيت دي، وما اظنش ان الموضوع ده يحصل من حد كبير، تروحي لحد كبير عندك. لو ما فيش وحضرتك يعني ما فيش حد يقدر يوقف له او ان هو يكلمه بالعقل، مش حد كبير يروح يضربه عشان تبقي فاهمه،
حد كبير يروح يعقله، حد يفهمه حقوق الزوجة ايه وحقوق الزوج ايه وحقوق الابناء والبيوت بتتبني ازاي. لو ما لقيتيش لا هنا ولا هنا، وده كلام ربنا حكما من اهله وحكما من اهلها، تمام، فبتلجأي بعد كده لاكبر من الناس كلها ربنا سبحانه وتعالى، وبترضي باللي حصل. بس ممكن تاخدي موقف، ممكن تبعدي عنه، ممكن تعامليه بما يرضي الله، بس مفيش المودة، خدي منه بقى المودة وعامليه بما يرضي الله بس. حضرتك عايز تاكل، عايز تشرب، انا اعمل لك اكلك وشربك، اكتر من كده لا. ده بيبقى عقاب كبير ان الحياة تبقى وقفت على الحد ده، او ان انا بعمل لك اللي انت عايزه وبس. ده صعب جدا على اي زوج وعلى اي زوجة ان الحياة تستمر كده. هتلاقيه هو رجع لك واعتذر لك، وان كان من الناس اللي بترجع وبتعتذر. استاذة مريم جابت من الاخر، اه والله من الاخر خالص، قالت تضربه وتنزل تعمل له محضر. افترى افترى، يعني يا تضربيه يا تعملي له محضر، لكن تضربيه وتعملي له محضر، هتقولي ايه؟ ضربني وضربته ونزلت عملت له، يا استاذة مريم مش كده يعني حضرتك، بالراحة. استاذة مهرة كاتبة تطلع نجوم امه، يعني تطلع وعامله 3 نجوم وكاتبه امه، هو حر بقى، ملناش دعوه بقى، كل واحد يترجمها بقى. طلع عين امه، عين امه، هي عين 3 حروف. ده كان التويته اللي عجبتني النهارده على صفحه تويته الفشيخه. هنقابل حاجات كتيره زي كده وهعرضها على حضراتكم ونتناقش فيها. كل سنه وانتم طيبين. اخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.